اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. تراف قاعد تلاحظون النمو مالته قاعد يطلع سواد جوا باعه. اللهم صل على محمد وآل محمد. هسه يقولون قاعد ترونا بس تراث بس تراث. لا لينا موجود. اراويكم لينا. حي الله بتراث. صعدتها فوق مستغربه كلش من الطيور. يا ما صعد هنا. تعال. با كلش مستغربه. شوفوا لينا قاعد دندن هالايام تحكي. بس مستغربه بقى من الطيور ما تباوع بقى. خايفه كلش. انا ما صعدها جوا قاضيها. سلمي على المتابعين لنا، سلمي يلوم. خلوا لايك خلوا لايك. شو الجمال ما شاء الله. الجو اليوم شرجي مو طبيعي. اي والله اليوم الجو شرجي. ودينا تسأل عليكم قلهم خلي لايك. ايه اشتركوا بالقناة قلي لهم. يلا شاهد الفيديو. عداوة بين تراث ولينا ما يصافون مدى الحياة. واو عرايق طلايب يومية ونطلعهم ثنات مسوية جوا بالبيت يتعاركون ثناتهم. فهي تكتلة فما خلي وياه أبد كلش. من أول يوم جبته لهذا اليوم ما خليته لينا ويا تراث. وعلى الكنار شلون يزق ما شاء الله ما شاء الله. بينات مبزق ما شاء الله. يروح ياكل يرجع لها يزقها. قاعد اباوع من يطبب هاي البقاله. شوفوا عم تصدقون تقولون الجولدن بيضة. باو ما شاء الله ما شاء الله. باو بقى الفحل جرون مع البيض. استوجبت ابيع حذني واجيب بنغالي. لا تقول لي خليهن ولا شيء. انا ذني ابيعهن واجيب بنغالي بدالهن. شفت خوب. باو الجولدن بيضة عندنا حاليا ذبت بيضتين وما ادري بعد هي قاعد تطب جوا هسه جزتي الذبة الثالثة ما اعرف. واجيب اخذ هذني واجيب بدالهن بنغاليات اثنين زوجين احسن. يظل هذا عش الهن وهناك اسوي عش ثاني الهن. تمام تمام. شوف الحظ باعوا شلون معصور بهاي الفرمستون وبين ال وبين المعلف. باو طاب جناحه جوا وميت. حرامات. ونثيته مبيضه. شوفوا باو نثيته مبيضه. شو بعد خلنا نشوف. هذاك ذاك الجني هذاك الجني فحل اذبه وياها. شو تقولون لو اخليها بحد هي؟ ها اذبه وياها بس هي مبيضه. طب ذاك شلون هنا شنو عندنا فحل ثاني لان شلون احس بيها من الزوجات. شوفوا اي واو هذا شنو بيضه ناخذ بيضات هنا ماكو شيء. بس هم شوف عندنا تزاوج انا الفحل مات وظلت النثية تنام على البيض بحدها. نخلي هذاك الفحل وياها يصير ابن هذني. ها ما اعرف بعد لا يصير هسه وهي مبيضة. اي بعدين نكظها بالليل طفوا الضوء ونكظها وندخلها عليها نشوف شنو الوجبه تستقبلها ما تستقبلها ما اعرف. تكسر البيضات ما يكسرين ما ادري.
نشوف هنا بعدين. يما فدوة الصيح على رجلها طالعة برا ما نايمة على البيض، ايش في داعي؟ هو زلمة كبير ومحصور بهاي وميت. هسه راح اجيب لك عريض جديد هنكظه ونشوف، نحاول بكت الله شو نفس الشكل هو بنات هذني. شوفوا لي باو الجمال هناك شلون نايم على البيض، واضح لكم؟ هنوصل يمه واراويكم اياه. تعال هاي يمكن تتبيض هنا. باعود الجمال باعود نايم على البيض. ماكو شي هسه خلينا نكب الطير الحب على مود ندخل على ريشة الصفرة. طفيت الضوء وكبيته بس السوى بيا باعو. يا الله الله ولك كتلتي بويا ما تريد. يلا تعود عليه تعود عليه تعود عليه موت كتلي ولك عصبت هاي. شوفكني هذول قاعد اشوف عندهم تزاوج لازم احط لهم بقاله. شو تقولون؟ بس وين اخلي ذاك الباب؟ منا الباب بقاله ما تقعد منا. اخلي مأكليه وحده واخلي البقاله هنا. ها شو تقولون؟ اي خربت بهنا البقاله بالله. خلينا نشوف لو ندخلها جوا. اي ندخلها جوا نعلقها هناك. هاي ندخلها جوا. يلا بهاي الطريقة خليته. سكت الباب عدل. هاي الطريقة شو عدل تزاوج هم يعني. هنا خليه موقتا يعني هذا يظلهج. هنا ما ظلات هنا ان شاء الله اصلا. ما ظلات. وانتم. وصيت صديقي يجيب لي متسلق. ست الحسن. جايب لي بس هاي. قلت له صديق كذي فاي وين وديه. عندي محمية ورد اتسلق بيها هذا الواجهية كلها. شلون قال لي؟ المهم قلت له باكر جيب لي فراح يجيب لي هو. قلت ترى هاي تمشي وهي قلت له يمكن تمشي بعد تطول ومشي. المهم هسه تقول له محمود هاي السندانه صغيرون عليها هسه تكبر وصير عندها عروق. ها نسيتوا عندي هاي السندانه الكبيره شوفوها. المهم راح اشيل السعف كله وراح اجيب متسلق وهاي اترسها كلها متسلق. شو تقولون؟ المتسلق نخليه برا لو جوا والله؟ لا على البر وين عاد جوا ياكلنا الطيور ما يخلينا حتى يمشي بعد. راح اشيل السعف كله وراح اخليه احبال. جبت احبال شوف انا جبت بس هذا هسه هذه راح اجيب بعد. شنو رايكم نحطه بالطول او بالعرض نخليه يمشي بالطول؟ اي بالطول هيك. فنجيب بعد ان شاء الله متسلق ونترسى هذا كله زرع بالواجهيه. هم بارد ولا اريد ندق لايلون مثلا بالشتاء ندقه عالجو. اي حلو لا عالجو احلى. هذا هو هسه شو نسوي؟ نشيل السعف كله. تتذكرون هي من كانت هيك ما شاء الله ايش حالاته. لا حد يلومني ويقول لي محمود ليش ما تجيب زرع جوا ضبيت المحميه مو قلت انه راح تجيب لنا. شوفوا انا راويكم عم لا تحكون تقولون ليش ما جبت لنا. باعوا ما يخلون شيء. شوف باعوا من ورا ذولي حتى لو اريد اجيب بعد اجيبهم برا حطن تمام. اليوم الجو ما شاء الله هو عالي كلش عالي. شوفوا كملت هاي وحولتها بهاي السندانه الكبيره. شوفوا المتسلق شلون يطلع اهو منه وظل يدفع بعد يمشي على اليمن على ذن الاحبال. شلون ذن الاحبال؟ هذول طلعتهم دخلين جوا. باع شو مسوي بين كناري؟ باع ماكو شجره ميته ومحطوطه بس زين طالعه. باعوا ترجع تدفع من جديد هسه وان شاء الله راح اجيب بعد متسلق من هذا. احتمال اجيب قناقينه بعد. احتمال اجيب قناقينه همينه اخليها هنا ورقها كبار خليها تمشي على هذا. باكر ان شاء الله اجيب متسلق نشر هذا كله متسلق تمام. طلعت هذني نقول بسم الله ما شاء الله. شوفوا ذبت البيضه الثانيه. اللهم صل على محمد. ظلوا حسبوا وياي ظلوا كل ما تبيض راح اراويكم اياها.
وظلوا حسبوا يا عمد اللمبيا باكي ونقعدهن اي دجاجه تكرك عندنا نقعد بيضاتي. ظلوا حسبوا يا هاي ثاني بيضه. قلت تاني على ما يجيب لي ست الحسين متسلق هاي رحت جبت وجيت جبت هاي السندانه شوفوها شلون هي وجبت تراب زراعي وجبت هذني شوفوا واصلات مرحله هاي الوحده ب 5000 شوفوا هاي الوحده ب 5000 جبت اثنين ما لكم علاقه بذني اثنين اجيب بعد ان شاء الله بس اجيب غير نوع متسلق اجيب غير نوع شوفوا لي هسه خلنا اكملهن احط التراب هنا بهاي السندانه واكملهن واراويكم اياهم شلون راح اسلقهن اراويكم كملنا المتسلق واو هذا كله كملناه هذا ويكبر ويطلع تفرعات هاي تنسد كلها اشجار تصير شحالات تصير هسه تخيلوها هاي كلها متسلق صايره وورد وهاي رهيب عشان الترتيب كتبوا لي بالتعليقات واكو شغله ثانيه اريدها من عندكم انا بس بعدين اقول لكم بيها على مود الزرع جوا راح تصير بس كو شغله راح اسويها عم تصير الزرع جوا همنا شغله ثانيه بس نضم الكناري يعني نضم الكناري يعني الكناري يدمر الزرع بس اعطوني رايكم بالمتسلق هسه حاليا شلون حلو؟ هذا موقفتني هسه المحميه الثانيه بس اكملها راح افرسها كلها زرع وورد هذا شنو رايكم اشيله هذا ادخله جوا خليه بالوجه هنا بعد ما ظلت يمكم هذا راح اتانيكم قولوا لي لو اشيله لو نخليه هنا بكانه يظل شوفوا بكانه لو نشيله نخليه بالواجهه هاي سمع الكناري وعلى المحميه شلون صارت حلوه سمع 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 على مود تصدقوني من اقول لكم الكناري ياكل بيهم باعوا قاعد تشوفون هاي طالع شوي عودك من عنده باعوا شوف شوف باعوا انا بعدته شوفوا شلون بعدته عن السياج باعوا ها قاعد تشوفون حطيت هذا من الرواسط وبعدته وهو ياكل بعده ياكل امشي ويله هسه انا قاعد اراقب الفناجز يا زوج جاي طبا من بقاله لان بيضات اربع بيضات بس يا زوج من عندهم هل يا ترى الابيض هذن النوع الاثنين يشابهن النثاية بس ميزت بالذيل شوي اختلاف فخلنا نشوف يا زوج من عندهم جاي يطب البقالة المبيض على مود اخلي بيضات الجولدن الي والزوج الثاني اطلعه واجيب بداله زوج جولدن خيولن خيولن تعال ما ينعرفن يا ما يطبن بقالة لا انا موجود ما يطبن بقالة وبس يسمع صوت البابا فتحه مال المحمية طلع وما اعرف من هو اللي كان طاب شوفوا هن موصلات اربع بيضات بوع فالزوج البنغالي ارحم نجيب لنا زوجين بنغالي احسن زوج نخليه هنا وزوج نخليه هنا تمام والله يا اخوان عرفتي هسه يقول شلون عرفتي النثي هاي النثي هذاك الفحل مالته عرفتهن يعني بس بيها بيضه النثيه بيها بيضه محمله بيضه وتي تبيض هسه شقيت كم بيضه شوفوا اربع بيضات قدامكم احتمال بعدين او باكر ارجع القاهن خمسه حلو حلو هذني راح يطلعن شوف هالزوج الاثنين راح اطلعهن واجيب بدالهن بنغالي صبحكم الله بخير جبت ريوق للجماعه هندخلهم جوا نوكلهم عمود نطلع شباب المستقبل
تعال جوا، تعال 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 جوا 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 جوا، طبوا جوا طبوا جوا طبوا جوا، يلا تعال يلا طبوا. وانتم اكلكم هم جوا، اكلكم جوا. نفتح الباب، يظل يصيح، يظل يصيح بنفتح الباب. الشباب المستقبل خلينا نطلعهم برا ياكلون. تعال 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 بالعافية على قلبكم. شبابنا المستقبل، شباب الموسم الجاي بيكم احنا. ها المعلم الكبير قواك الله، وين صينيتك انت؟ شو مختفي؟ اكل هذا اكل، يلا اكل. ضاع اليوم الهواء، ضاع ما شاء الله، هواء كلش عالي. وهذن السدر ما مصدقات يجن الهواء، عم يذبن الورق مالتهن، وانا المبتلي. بعد جمال مال هذا بقى، سبحانك يا رب، الريش مالته بالعكس، سبحانك يا رب. نطلعها ذني الثاني اللي يطلع جدوره بعد. هذا بالمشاكل، هذا الابيض كلش بالمشاكل، شوفوا ياه يشوفه يتعارك وياه. شوف بقى هذاك بعد ذاك، هلا بالمشاكل، كارثة هذه. خلصنا من ذاك، ذاك راح بعد. شو طلعناه؟ قلت لكم راح اطلعه بعد من القناة، فطلعنا هذا الشاب راح اجيب بيه بش اخضيري، واحتمال اسوي حوض، نص حوض يصير وللسباحة يعني، اسوي له صب حلو مرتبه، ونص لا برج الهن. شنو رايكم هاي الفكرة؟ نص حوض، وهاي ان شاء الله راح اكملها انا الخانة الفوق، لأن يعني وايد من عندكم قال محمود كملها. شو الغراض الهوسي؟ عايفة أنا على مود الخانات، أخذ رأيكم بيهن. سوينا خانات حلوة هنا أنا مرتبة، وهذا بالمشاكل نطببه ونطلع قائد المزرعة بركان. ذاك بركان هو راح يصير قائد المزرعة، وإن شاء الله أجيب نهاراتي بعد. باو يلا اتزع طوطة وما قاعد راح أدق قاعدي. يلا طب طب كافي، وتو الدجاجة ماتك. طلع بركان المسالم، بركان المسالم، تعال اطلع يلا اطلع. شوفوا لي بركان، هذا بركان المسالم. هو من عندكم قالوا صور الكوكتيل محمود، هذا الكوكتيل شوفوا ما شاء الله، عارفهم بالمحمية أبراحة، لا مؤذيات ولا يسوون شيء. هسه خلنا ناخذ بيضات العاديات، شوفوا نذبهن هناك للجولدن، ناخذ بيضات الجولدن نأشرهن، ناخذ بيضات الجولدن نأشرهن، نزرقهن جوا فنادز العاديات. يلا أذن هنا، شوفوا أشرتهن وراح أزرقهن هنا أنا جوا، وأخذ بيضتين أخليهن هناك عمود، لا تستغرب ما أشوف بيضاتي. تمام بقى صغار أخوان، بينات مال جولدن، شو صغار. يلا ندخلهم هنا هسه البيضات الثانية، شو وهذني ثلاث بيضات، هاي بيضة لا واضحة عندكم مكسورة، هاي الصفرة، وهاي بيضة انكسرت ثانية، هذني كلش رقيقات، بس احتمال هاي شادة، شوفوا احتمال شادة هاي. هم خلنا أشرهن ونوديهن هناك، هاي أشرتهن عمود مثل بيض الجولدن بعد، نعرفها بيضتها. شوفوا بيضة بعد منها، ماكو بيضة. اخذ هذا الخضار، ها راح اخذه اخليه بالوجهي هناك، شوفوا هناك الوجهي اخذها.
شنو رايكم؟ اخذه اخليه هناك وطن رايكم، حلو حلو، مو حلو اشيله ارجعه هنا. حلو. شوفوا بهذا الشكل صار. انا اراكم اياه من جوا، وهم يصير مجاثم هذا يوقفون عليه الطيور، وهم زين. شوفوا هذا الشكل صار. تحبون هذا يظل لو اشيله؟ شوفوا اللي هنا وصل للباب تقريبا، قريب على الباب انا بعده. واو، فتردونه يظل لو اشيله. تعال متسلق، وهذه هيك راح يظل. شوفوا ان شاء الله مؤقته مثل ما تقولون. هذا ان شاء الله مفلشينه وصايره كلها محميه كبيره، وبعد ان شاء الله ما نحتاجها. شوفوا شلون يزق هذا الحنين. اي ان شاء الله هاي شغله مؤقته، ان شاء الله راح نكبرها بقى. هاي كلها تصير محميه وحده. خوش ترتيب والله. صبحكم الله بالخير. البيضة الثالثة، جاي تحسبون انتم مو جاي تحسبون؟ هاي البيضة الثالثة، هاي والله مبيضة. اي ما شاء الله مبيضة مبيضة، هذيجي شوفوا. والله الحمد لله، نطلعها ذني. ها رحت جبت كلبسات، عمود اكمل البيبان مال ذني الخانات وانزل السمان هسه. خلنا نطلع البيضة الثالثة. ونطلع هذا ونرجع لك. ادري ادري لا اطلعك انا اسوي المشاكل. هل قد دوتك وما قاعد اراحه؟ طب جوا طب، مو مال واحد يحترمك يطلعك. طب 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 جوا، انت مو مال احترام. تعال طلعتم، روحي بيض. يلا يلا، هذا كميت واحد حاليا. شوفوا تمام، خل نروح نجيب السمان ونجي. يلا شوفوا بين جبتهم من السطل. يلا جو 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 صاير بيهم مهلسات مو اللي فحلة. شكو نثي مهلسة تعترف تواصل فحل شحالات؟ لا مهلس ولا شيء. تعال روح، هذا فحل ما مهلس، شكو نثي مهلسه. كم وحده عندنا؟ والله 2 4 6 8 10 12. ها شو تطير وين تروح انت؟ 1 2 3 4 وين حسب؟ 2 4 6 8 10 11 11. يلا خروح نجيب لكم ماي واكل، وبالعافية عليكم المكان الجديد. شوفوا هنا شلون ارتاحن حسيلهن. يلا بالعافية عليكم. شوف شلون يحفر بابا. والله توم حاط لكم تراب فوق انا بالبرج، كيفات هنا التراب هنا بارد. روح حكي عديل، ونقولوا إلهنا يا حبايب القلب، نكون وصلنا وياكم حلقتنا مال هذا اليوم. لا تنسونا باللايك والاشتراك. أخوكم محمود.